فتجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يلحظون النبي عليه الصلاة والسلام، بيشوف كل حاجة، مركزين معاه في كل شيء، فكانوا يلحظونه بدقة شديدة، كما أخبرنا بذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، يعني النبي كان بيقول في المجلس الواحد هذا الدعاء: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية إنك أنت التواب الرحيم. نقول بالروايتين: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أو نقول إنك أنت التواب الرحيم. فكان يسأل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى باسمي الغفور والرحيم 100 مرة.